اسلام لو قلت لك ان دلوقتي قاعد على وهن... هنقولها مع بعض كده قاعدين دلوقتي قاعد على ترابيزه اتحاد الكوره وطلبت منك اديني معايير اختار بيها المدير الفني عشان بعد كده نحط عليه اسم بدل ما نختار الاسم ونشوف ينفع ولا لا لا حط لي المعايير عشان نختار حتى واحنا قاعدين او نفكر مع اتحاد الكوره ايه الاسماء المتاحه او المفروض تتحط على المعايير دي بص كريم يعني اعتقد اول معيار بالنسبه لي انا عايز ايه من م. المدرب ده م. واروح بيه لفين أيوة. يعني انا عايز المدرب ده يقودني اولا لكاس الامم الافريقيه 2023 ونافس عليها عشان استعيد اللقب صح. وعايز المدرب ده يقودني بعد كده لتصفيات كاس العالم عشان اوصل ل 2026 فبالتالي انا عايز مدرب يعمل لي بروجكت ومشروع زي ما بيتقال لمده اربع سنين م -م. اربع سنين دول هيبقى فيهم احلال وتجديد لان في لعيبه من اللي موجوده حاليا هيبقى سنها تقدم شويه شو. عندي لعيبه تم اكتشافها في عهد كارلوس كروش عايزه اطورها وابنيها واكون منتخب ليه هويه في م. الملعب ليه هويه يعني هروح اجيب انا والله عايز يا جماعه اروح العب كره هجوميه فهروح اجيب مدرب عنده قدره على اللعب الهجومي واللعب على الاستحواذ والسيطره والضغط العكسي واشوف المدرب ده عمل ده قبل كده فين صح. انا نجحت في س و وعين فاقدر اجيب المدرب ده يبقى مرشح بالنسبه لي لو انا النهارده شايف ان انا هلعب كره فيها تحفظ هلعب تحت الكرة زي ايام هيكتور كوبر هلعب زي كارلوس كروشو بعد من الاحيان حميل شويه للتامين الدفاعي يبقى اروح اجيب مدرسه بالطريقه دي ما تجيبش مدرب انت مش عايز تمشي على طريقته م. تجيب مدرب كمان عارف اسلوبك وعارف ان جدول الدوري بتاعك عامل ازاي وعارف على لعيبتك عندك عامله ازاي م. عدد المحترفين بتوعك قدام عدد اللعيبه المحليه م. عارف كل ده م. عشان بعد كده ما تجيش تقول والله الراجل متحفظ على بعض حاجات لا لازم من الاول بقى المره دي ابقى عارف انا رايح فين صح ما اروحش اجيب لعيب مدرب م. ضد كل اللي انا عايزه صح